في مطار محمد الخامس الدولي قرب الدار البيضاء أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على إقلاع طائرة عسكرية مغربية في اتجاه فلسطين. طائرة أقلت طاقما مكونا من 97 فردا منهم 13 طبيبا و21 ممرضا تابعون للقوات المسلحة المغربية سيشرفون على إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة المحاصر. هذا المستشفى 30 سرير قابلة للتمديد إلى 60 ويضم اختصاصات مختلفة من بينها الجراحة التخدير وكذلك طب المستعجلات ويضم أيضا مختبر للتحاليل الطبية وكذلك طب الأطفال. تخصصات طبية وميدانية يحتاج إليها سكان غزة المحاصرون تحملها الطائرة العسكرية المغربية التي تنقل أيضا أكثر من 100 طن من المعونات الغذائية والأغطية، معونات سيشرف على توزيعها موظفون مغاربة تابعون لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه المواد مكونة من مادة الدقيق، السكر، الزيت، التمور والقطاني إضافة إلى الحليب وتزيين أكثر من 113 طن. حملة تضامنية مع الفلسطينيين أمر الملك محمد السادس بتسييرها نحو قطاع غزة للتخفيف شيئا ما من معاناة سكانه اليومية من الحصار والقصف العشوائي من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.